صباح الخير عليكم، أنا في إسطنبول. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بارح في الليل رجعت للدار، ماشي في الليل، قولوا ديك العشية رجعت من البورصة. عتشكون مشيت للمغرب وكراني وصلت 5 سوايع ونص ديال الطريق، يعني 3 سوايع وشي لعيبه في الكار، عاد من الكار للدار واحد الساعة وشي تخربقة، يعني المجموع 5 سوايع ونص باش وصلت للدار. وصلت مهلوكة، ما قدرت نصور حتى شي حاجة. الدار كي كانت حالة، دخلت يعني شفت ديك الدار وانا نقول ميمتي ما هذا، وانا صافي ومشيت جلست في بيتي، واخا تا بيتي تا هو مرون وكل شيء، وقلت يصبح ويفتح. من بعد كنلقى كومونديت الماكله انا وخويا، كلينا الهامبرغر، ومن بعد تفرجنا في مسلسل ومشينا ناسنا. اليوم هذا اللي كنهضر معكم فيه هذا هو اليوم اللي فيه عيد ميلاد ماما، يعني اليوم اللي غتشوفوا الفيديو. فكنبغي من هذا المنبر نشكر ماما حتى ولدتني. كنبغي نشكر على كاع التضحيات ديالها معايا، كنبغي نشكر على اي حاجه درتها على قبلي. وانا فرحانه بزاف حيت هي ماما، حيت هي احسن ام في العالم. وعيد ميلاد سعيد، والله يطول لنا في عمرك ان شاء الله، وتشوفينا كيف ما بغيتي. او بغيتكم نتوما باش تباركوا ليها العيد ميلاد ديالها، تنزلوا لتحت الصندوق الوصف تلقاو لاشين ديالها، سيروا عندها الفيديو الاخر ديالها ولا اي فيديو بغيتوه في لاشين، قولوا لها عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد. وغنكون جد 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 ممتنه لهذا الشيء اللي غادي ديروه ليا، حيتاش اي واحد عزيز عليه والديه فات انا نفس الحاجه. شنو نالو ضعفتي بزاف خويا، ما بقاش كيبغي ياكل الخبز، باغي يضعف ضعف ديال بصح. عرفتي خويا كي كان دابا راه ضعاف. اش كنت بغيت نقول اخر؟ سيرك ضعفتي وليتي بحال العود. بعد حتى كنوض ملي وصلت الماكله، غادي نهز الماكله باش نلقاو شي بلاصه فين نجلسو في الصالون انا وخويا، حتى كنلقى جماع الدنيا. عرفتي مع انا شفتها في ديك اللحظه مرونه لواحد الدرجه، كتعرفوا الدراري مرونه لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. فاش وصلت الماكله خرجت من بيتي اللي هو تاهو مرون لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، حيت فاش كنت بغيت نمشي هذيك الباليزه اللي ديت معايا حيدت منها الحوايج ومعها مزروبه وداك الشيء، جمعت حتى الليل لحت كل شيء الوسط، ودابا خصنا نرجع دوك الحوايج الماليه والاخرين نضهم الباليز. زعما بيتي مرون نيت، كان فيق يعني كنوض باغي ناكلو الهامبرغر، حتى كنلقى خويا جمع الدنيا. تخيل الكوزينه نضاها، هذا الصالون نضاه. اليوم وافقنا بكري، يلاه كان ديما قادم، رجعت للنفس ديالي حيت رجع لي العيد ديال البورصه. قلت غنصور فيديو، ما نصورش فيديو، نخلي اليوم نهار خاوي. حتى كنلقى واحد سميتو بزاف في لي كومونتير، ولينا مدمنين على الفيديوهات ديالك ولا كيعجبونا الفيديوهات ديالك، كل نهار متبعيني بحال شي مسلسل. والله هادشي مفرحني بزاف. وعاد واخا هكاك يلا غنبدا نعكس شي شويه، ويت كنت كنهضر مع مجد ابل فيديو، وتقول لي نوضي تقعدي هادشي صوري 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 صوري. لا دابا نشوف، قالت لي شوفي عندي دابا هي غتصور واحد الفيديو تتشوفوا فلاشين ديال واحد القصه. قالت لي عندي ساعه غنمونطي فيها، وواحد نص ساعه اخرى غنعاود فيها قصه ياك، نبغي فاش نكمل هادشي نلقاك مكمله فيديو. حنا حيت كنديروا هكا تحديات، دير هادي دير هادي، والله الا حمستني وقالت لي نوضي تقعدي صوري فيديو، داكشي علاش نصور لكم فيديو. كنبغي نشكر حتى مجد من هذا المنبر. غادي نمشي دابا، ما يمكنش نلوحو كلشي الى خونا. غادي نمشي دابا نجمع الكوزينه داكشي ديال الفطور دوك المعانه داكشي، هو اصلا دابا غادي يمشي يقرا. ومن بعد ندوز الصالون، ما فيهش شي حاجه بزاف حيت تجمع البارح، لو تشوفوا حالته البارح كنتو تبكيو. ولكن جمعوا خويا الله يرضي عليه. ولا بقى ليا الوقت حيت غادي نمشي انا ومجد اليوم للقرايه، تغيبنا السيمانه اللي فاتت، وهاد السيمانه هادي نهار الاثنين ديالها، خويا راه كيوجد غيخرج نهار الاثنين ديالها، ف غنمشيو اليوم مشكله. يعني الا ما مشيناش اليوم غنكحلوها، اللهم نتوقدوا اليوم غادي نمشيو. نكمل هادشي اللي عندي، نصور لكم فيديو، كنحاولوا ما امكن نوفقوا ما بين الفيديوهات والخدمه والقرايه والدار. باي باي، كان دي نيباك الله يمانه طول، امين.
صراحة كانت تجربة ديال البورصة زوينة بزاف، مشيت منها تساريت منها، قدرت ندفع يعني غير شي شوية المتابعين ديالي اللي هنا عايشين في تركيا، الجالية المغربية اللي مقيمة هنا في تركيا، نعاونهم بأي حاجة يمكن نعطيها لهم أنا كإنفلونسر بدون مقابل بيان سور. عرفت على بنات جداد فرحوني صراحة، دوزنا وقت زوينة اللي عندهم في الدار، لخولة للبنات السوريات كلهم يعني صراحة دازت عندي زوينة وخرج لي العيا، ولكن كنقول دازت زوينة شكرا للحياة. فهو هذا نوض الكوزينة. ايبيت جات لتمارتي ورجعت لداري بتمارتها، ما بقى دورا ما بقات بورصه. تخيلوا معايا هادشي كان وصل البارجه، شي حوايج زدتهم انا حطيتهم وصل البارجه درجه هنا يا خوا. الله اكبر تجمع لي ما عرفتش يا ربي يا ربي. بير دار دمار ارتك تو تمامي جمدي جيت سام All these opportunities were just across the bridge. The world was more than twice the size, and now I was a kid. Traded in the comfort zone for life, I'm on the edge. I was gaining on my dreams, holding tightly to the pledge to myself. Was quick to move, was waist deep in the sand. We were starving to feed off all the seeds that we planted. Somewhere back a couple of years in the attic, I almost ditched the plan to ship the work to the label back when the bars were bland. Man of my word, though I followed through on prior engagement. The tip of my tongue not far from the innovation. Now it's mine for the taking. Tell the people mistaking me for somebody to toy with, to plug the ox to play me. Time was paralyzed, I felt the strain to stretch my lungs. Confidence depleted right along with all the funds. Those days it was less about the bread that we obtained.
No other way to slice it. I was scraping by on crumbs, but I love the feeling the odds against me. Couldn't tell me that I wouldn't get it. I wanted plenty. I was quick to defend me. Feeling surrounded by angels, demons on rare occasion. Trying to shake the momentum soon as I find a cadence. Leave it all on the record if it's my only reference. Shocked how the bars been electric. You could tell that they felt it. Pushing the weight of the world while they sound all the frail shit. Forcing the fame in my favor. Kick back and watch the scale tip. More than just all in a day. Spend time with the struggle. I know it too well. We gone separate ways. See, my biggest fear is the change. If I lose it, then reunite. Will I break the promise to stay the same? Lie to me. Tell me that you'll be there for me. Cause things been feeling crazy lately. Feeling so crazy. And I don't wanna seem lonely. I don't wanna seem lonely. But I don't wanna be lonely. Lonely. Middle 2010s, stuck in a place secluded deep in my mind. I'm looking out through the lens. Was in a rush to become who I am. Looking back, then I realized that I'd do it again. All these unfamiliar faces fade from existence. Back with impeccable time and I've been forgiven. But I'm never forgetful, I kept it solid and simple. Stuck to the rail, my word been a bond. Yours artificial, you frequent with the slipper. Used to love this shit more like this was all that I needed. Travel the edge of the world, a mix of pleasure with business. Took my time on it, won't benefit from overdue revision. Learned through they lackluster love. اوه عطي جيت لآخر لحظة جيت نشوف الوقت. بغيت نشوف هاد الحلو ولا دوك الحوايج كلهم جمعتهم في خنجات فحال هكا. تنجي ان شاء الله العشية نفرق كاع داكشي اللي موسخ مع داكشي اللي نقي. خصني ندير الصابون. جمع لي الصابون بزاف دونك جمعتهم كاملين. المهم تبان لي الدنيا هكا باش تكون النفسيه ديالي مزيانه على الاقل. ماشي ندخل نتخلى هذيك الساعه تجيني سهله. غنجبد هذاك الشيء اللي في الخناشي ونبقى نفرق. نكون هكا كملت بطريقه ذكيه. انا كتجيني الطريقه ذكيه على الاقل كتجمع ماشي كتخلي داكشي كامل. كتعرف فين تحط رجلك, كتعرف منين تبدا وكيبقى داكشي بحال هكاك. اللهم بهذه الطريقه شويه بشويه نهار صافي ترجع في الليل ونقادهم كيف ما هما. دابا خصني نوجد ونلبس حيت خصني نهبط نمشي للقرايه انا ومجده. داكشي علاش ما كملتش لكم, ضربت عليكم في داكشي الاخر. المهم هو البيت على الاقل ما بقاش ديك الحاله اللي شفتوها. وهذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. بغيت غير ندوز معكم نص نهار ديالي او شويه نصور لكم الصباح ديالي. المهم ما نخليكمش بلاش حيتاش فريمون دوك الناس اللي ولفوني صراحه كيبقاو فيا حتى انا فاش كنكون متبع شي مسلسل نهار ما كيحطوش الحلقه ديالو كيقول لك كاين عطله ما صوروش. كنت عصب داكشي علاش قلت ما نخليهمش بلاش نصور لهم. يعني انا اصلا دايره هادشي علاش ما نصورش لكم. دونك هو هذا. بغيت نقول لكم شكرا على المتابعه, شكرا لاي واحد وصلت لهاد اللقطه هذه. نتمنى ليه كاع داكشي اللي كي بغي في حياته ويوصل كاع المبتغيات ديالو. فتهلاو فراسكم, نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلامه.